يقول أقوم بعمل شاق، وأفطرت مرة في نهار رمضان من شدة العطش، ما حكمه؟ ما قمت به. إذا كان إفطارك في نهار رمضان بسبب أنك خشيت على نفسك من التلف، أصابك عطش شديد خشيت على نفسك من التلف، فلا بأس أن تشرب ما يبقي عليك الحياة ثم تمسك بقية اليوم. أما إذا كان شربك الماء من أجل العمل وليس ولم يلحقك خطر في ذلك، فإن هذا خطأ كبير. الإنسان لا يخطئ من أجل العمل بل يصوم، لكن لو أدركه خوف من التلف لأن أصابه عطش شديد، فلا بأس أن يتناول ما يبقي عليه حياته ويمسك بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. نعم، ويقضي هذا اليوم، يقضي أن يقضي هذا اليوم. بارك الله فيكم، في أي الأحوال كالأمر. نعم، جزاكم الله خيرا.